صباح الخير عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الجو هنا في تطوان ممطر، كاين البرد ودابا الشتا كتصب. انا حاليا دابا كنتواجد في المدينه القديمه، غادي نمشيو نجيبو دويره في المدينه القديمه ونكتشفوا التراث ديال هذه المدينه هذه. كاينه دابا الشتا والشتا غادي وكتجهد، كيما كتشوفوا انا راه فزقت، ما عرفت كيفاش يكون البلان ديال التصوير، ما عرفت كيفاش غادي نصور. المهم غادي نشوف البلان كيفاش يكون. انا باقي كندور هنا في المدينه القديمه، المدينه العتيقه ديال تطوان. اجواء ممطره واجواء بارده هنا في تطوان. صراحه مازال ما درت هنا مزيان في المدينه القديمه، علاش؟ لحقاش كتصب الشتا، الشتا ما خلانيش نصور مزيان كما كتشوفوا راه كاملي فزكت. غادي نطلع مع هاد الشارع هذا اللي فوق وغادي نشوف شي بلاصه تما غادي نصورها ان شاء الله. عفتو راه كاين الصراحه كاين البرد نيت هنا في تطوان، كاين البرد ديال بصح، كاين البرد وما كنتش معول عليه. كاين واحد الجامع ورايا غادي نجيب لي، خصني نجيب ليه الطوره باش انني نمشي ليه. جامع زوين وكبير غادي نمشي ليه دابا، ما عرفت كاع منين كان الدخله ديالو من هنا. من هنا كاين واحد الشانتي كيدي ليه ديريكت، ها هو غنوريكم هاد الشانتي هذا. وفي التحت ديالي كاينه باقي المدينه القديمه. انا دابا غادي كنطلع للفوق، غادي كنطلع للفوق ديال، كنطلع للفان ديال المدينه القديمه. دابا جات حدا واحد القنطره، ها هو الجامع اون فاس معايا، غادي نمشي ليه دابا. انا دابا طالع للفوق ديال الجبل، طالع هنا كاينين شي دروج. الدروج هادو راه عييت، وهاد الدروج هادو ما عرفتش طلعت ترى من داك لتحت، ودابا بقات لي غير واحد شويه ونطلع هاد الدروج هادو. المنظر هنا زوين، انا كما كتشوف معايا كل واحد ولو اللي بغا. باقي طالع، باقي طالع، مازال ما عرفتش فين هو الاخر ديال هاد الطلعه هادي. تمشى باقي واحد شويه حتى نشوف فين غادي نخرج. وهنا كاينه واحد الهبطه، انا راه كيزلق، خفت على نزلق هنا نجيب شي ربحه. وهذه هي الهبطه اللي قلت لكم، وهنا كيبانوا الطيور من هنا في داك الجبل اللي لهيه في القمة ديال الجبل، تما باقي كاينين الطيور. وهاد الجامع هذا اللي ورايا سولت واحد السيد ديك الساعات
قلت ليه الاسم ديال هاد الجامعه. هاد الجامعه هذا سميتو محمد السادس، وهنا هاد الجامعه دابا باقي جديد يلاه حديث البنايه. هنا كانت هاد الجامعه هذا كانت مقبره، ودابا ردوها الجامع. دابا كاين هنا جامع كبير ومازال ما كملوا الاصلاحات ديالو، مازال ما كمل. وفي التحت ديال الجامع ديك حتى القنطره ما كاين باركين. كاين دابا في ساحه الفيدان، هاد الساحه هادي كتعتبر اشهر ساحه هنا في مدينه ديال تطوان، وكتواجد في الوسط ديال المدينه القديمه. هنا في هاد الساحه هادي ساحه كبيره ودايره بها الطيور. هنا كما كتشوفوا هنا الطيور اللون الابيض، وهادي هي ساحه الفيدان. هاد الساحه هادي ساحه كبيره الصراحه، نقيه وزوينه. وهنا كاينين الاضواء وكاينين الكراسه هنا كما كتشوفوا فينا تريحوا، وهنا كاينه الدنيا هنا خضراء. والحاجه اللي عجبتني هنا في مدينه ديال تطوان هي مدينه اللي هي نقيه، يعني ما الازبال هنا ما كاينينش في الارض. وهادو هما الديور، لقاش هاد الساحه هادي جات في الوسط ديال المدينه القديمه ودايرين بها الديور. وهذا هو اللون ديال مدينه ديال تطوان اللي هو اللون الابيض. فهاد الساحه هادي كاينه واحد الجرده هنا كيلعبوا فيها الدراري الصغار، غادي نمشي لها حتى يمشي نصورها. ها هي كما كتشوفوا معايا، هادي هي الجرده ديال الدراري الصغار. الجرده زوينه، باقي كتمشي هنا في الشوارع ديال تطوان. دابا انا غادي نمشي لداك الرومبان اللي فيه ديك الحمامه، ضروري خصني نمشي ليها، ما يمكنش انني نجي لدار تطوان ونضر هنا في المدينه القديمه ومجيش نمشي للحمامه. الدنيا هنا في تطوان زوينه، ومدينه اللي هي نقيه. تقريبا كاع المدن ديال الشمال تقريبا مزيانين الصراحه. كاين يتشاف هنا في مدينه ديال تطوان. تطوان مدينه هي اللي زوينه ومدينه اللي سياحيه، واقرب الحاجه اللي ما كايناش هنا في تطوان هو البحر، ولكن قريب مارتيل تقريبا كاين واحد 10 ديال الكيلومترات. كاين تما الطوبيسات كيديو المارتيل وحتى الطاكسيات. الاجواء هنا في مدينه ديال تطوان الاجواء رائعه، الجو ديال اليوم الجو زوين واخا كاين الشتاء، داكشي يا سلام. احسن حاجه هي انك تخرج في الصباح بكري وتسارى المدينة وتطور في المدينة القديمة ديال تطوان وفي أجواء ممطرة. طرنا في المدينة القديمة ديال تطوان لأن البلاصة هي البلاصة اللي هي سياحية هنا في تطوان، هي المدينة القديمة. مشينا ليها دوزنا تما واحد نص نهار، تما فطرت تما في المدينة القديمة وجبنا دويرة تما واكتشفنا الأزقة والأحياء ديال المدينة العتيقة في مدينة تطوان. دابا حنا غادي نازلين، باقي كتمشي هنا في الشوارع ديال تطوان، وغادي نمشي للبلاصه ديال الحمامه. والبارح بلي فرجعت لتطوان ما خرجتش بالليل، ما هضرتش، مشيت ديريكت للوطيل، مشيت تعشيت هو الاول ودوشت وانا نعس. حتى الفيديوهات ما مونطيتهمش، لحق عندي بزاف ديال الفيديوهات والله مازال ما مونطيت حتى شي واحد فيهم. الفلوقات ديال طنجه وديال اصيله وديال القصر الصغير حتى هما مازال ما قديتهم، كنوصل عيان كنوصل مسخسخ. ان شاء الله غادي نقاد شي وحدي اليوم بالليل فاش نوصل ان شاء الله للشفشاون، وديك الساعه غنشوفو الثاني. المهم عندي بزاف ديال الخدمه مازال ما ساليتها، مع كنفيق بكري بكري كنفيق مع ديك السبعه وكنفطر وكنخرج كندور في المدينه، ما كنوصل حتى ديك العشرة ديال الليل. ما تكونش فيها باقي الجهد بانني نمونطي ولا نقاد شي فيديو، لاخاطش حتى الا جيت نمونطي غادي اللي نخربقو ما غاديش نقاد فيه مزيان. ما عرفت دابا فين هي ديك البلاصه سيمو، ديك البلاصه اللي كانت تماما نيشانيه شداني ويشان حتى اونفاصل. دابا ندور على اليسر ديالي، غادي نطول شويه حتى اونفاصل. الله يرحمك الله يحفظك. سولت واحد السيد هنا نعت لي على فين كاينه الحمامه، غادي نمشي حتى لذاك الفيروج وغادي ندور على اليمن ديالي وغادي نمشي ان شاء الله انني ندور تما. قال شي طوبيس كيدي للشفشاون، غادي نمشي في طوبيس عندي مشكل. والله العظيم انا ما كرهتش نمشي برجل من تطوان ونطير الشفشاون، عرفتي علاش نمشي برجل؟ لاقاش دابا هاد البلاد نقطع الشانطي، علاش باغي نمشي للشفشاون بالرجل؟ لاقاش الطريق ما بين تطوان وشفشاون كامل تما كاينه الخضوريه، والصراحه كاين يتشاف. انا كيعجبني الدنيا تكون خضراء وكيعجبني داك الجبل. دابا كون كان عندي دابا الوقت كون باقي غادي نزيد هنا في تطوان، كنمشي ديك القمه اللي ليه ونطلع. ما الصراحه كنرتاح بزاف فاش كنكون في شي جبل. وهذا النعت اللي نعت ليه هذاك الدري، هو الرومب انا هو هنا، وستاسيون ديال التوتال هو قدامي. دابا غادي نطلع اليمن ديالي غادي نشوف فين غادي نخرج دابا انا.
ديك الساعه الفرومبا اللي فيه الحمامه. دابا انا راجع للوطيل، غادي نجمع الباكتاج ديالي وغادي نمشي للمحطه نشوف شي كار اللي كيدي ان شاء الله يشفشاون. الرحله ديالي هنا في تطوان سالات، اكتشفنا فيها بزاف ديال البلايص هنا في مدينه ديال تطوان والنواحي. تلاقاو ان شاء الله في مدينه شفشاون.